جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان رسالة بعث بها المستمع فرح، يقول: في قريتنا يكثر السفور ولا يتستر النساء كما ينبغي، فما هو الواجب علينا أن نفعل، ولا سيما إذا كانت ألبستهن شفافة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم أمران: الأول الإنكار، إنكار هذا المنكر، وأمر النساء بالتستر واللباس المحتشم، خصوصا أولياء أمور النساء وأهل الحسبة وأهل السلطة وسائر المسلمين، يجب عليهم أن ينكروا هذا المنكر كل بحسب مقدرته. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز السكوت على المنكر، وهذا منكر عظيم، سفور النساء وإبداء مفاتنهن، هذا منكر عظيم ويجر إلى شر وإلى فساد أخلاق وتهتك، أو يسبب دمارا وهلاكا لأهل البلد. الأمر الثاني: عليكم بغض البصر. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب غض البصر وعدم التطلع إلى العورات، لا سيما في البلاد التي يكثر فيها العري وعدم التستر، وكذلك يجب تجنب المواضع التي تكون فيها مظاهر فاتنة، تجنب هذه المواضع والابتعاد عنها. نعم.